ما يرزقهم إن شاء الله. ونحن على أبواب المولد النبوي الشريف. الشريف أيه. مولد النبي عليه الصلاة والسلام. وش يقول الناس سيد بن عزوز؟ نقول لهم أزهاو وحي والذكرى تاع المولد النبي. ناش فايدنا بكرين نقعدوا فيها شهر شهر كامل كل ليلة. كل ليلة وليخ الزدياد من المغرب لنصلوا الفجر. قصائد نبوية والأحاديث وكذا وكذا والخيرات تصب كل يقوم حاجة يجيبها. دركا عادوا يقولون راكم نديروا في بدعة. راها بطلت كاع الحكاية درك. عادوا اللي يعمل يقول نعودوا نصلوا في المسجد تلقى يديك يهبط لك يديك يقول لك ما ديرش بدعة. نطلب راني نطلب في رب سبحانه عز وجل مانيش نطلب فيك انت عبد ضعيف. قال دعوني نستجب لكم أنا. والزاوية كش بعدها برنامج في المولد إن شاء الله؟ ما عندناش، والقصة هذا في روحهم عادوا يتعرضوا، عادوا يخفهم يدهم علينا منا ومنا. كيفاش كانوا بكري الأئمة اللي معروفين هنا، اللي الأئمة اللي تعرفهم أنت هنايا، كيفاش كان كيفاش كانوا يتعاملوا مع السكان تاع البلاد؟ الأئمة اللي تعرفهم قال لي سيح بن عطية، قال رايز، قال سيح بن عطية، سيح بن عبد القادر، سيح بن إبراهيم، رايس محمد، سيح بن إبراهيم. أنا كنت نديله من هنا الخضرة من البحيرة من مسعد نطلعها له الحجم. مات. كان سيح بن بشادرة، كان يا سيدي سيح بن عبد الله، كان يا سيدي الحاج العلمي، كان يا سيدي عم ياسر، كوان كبيرة كانت هنا الله يبارك خيرها. بزال البركه في سي بن ناجي درك راه هنا هو هو نتاع سي سلامي سي سلامي ربي يحفظه. سي بن ناجي راه من درك انا متكين عليه من اللي يحتاج يفتح لنا مشكله ولا حاجه ولا كذا نقصدهم الله يبارك راهم هم اللي معمرين بزال البلاد. قلت لي قبيل الشبيبه لازم يحافظوا على بلاد يحافظوا. ونعم بال كل وسيلة محافظة على الوطن وعلى الشعب الجزائري. لأنك أنت قلت لي سافرت كثيرا. يا عزرا سافرت سافرت وشفت ال نعم الحمد لله دولتنا السكن الدواء السبيطارات الحماية تجينا في كل وقت. أنا درك كي نعود في دارنا نسحق الحماية نهز التليفون خمس دقائق تكون عندي الحماية الأمن كذا الحمد لله وشكر لله رانا في نعمة. أنا في نعمة من الله.